مبدأنا فصوحا. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي كما كتابعوا معنا، مازال الساكنة الآن كل الجيران الأصدقاء العائلة الكل كيبحث والكل يناشد من أجل عودة عدنان وآمنة إلى حضن الأسرة. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي كما كتشاهدوا معنا استنفار أمني كبير في أثناء هذه حضور رجال الأمن الوطني وكذلك السلطات المحلية. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي دائما كما كتابعوا معنا استنفار امني ديال رجال الامن الوطني في هذه الوقفه هذه اللي مازال الاب والاسره وكل افراد العائله وكذلك ساكنه مرجان السكنه الان اللي متضامنين مع الاب ديال عدنان وديال الزوجه امينه. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما كتابعوا معنا على المباشر مازالت امينه وعدنان لحد الساعه مختفيين، هذا النداء ديال الاسره بانهم يرجعوا ان شاء الله وكيطالبوا بالشعب انه كل شيء ضامن معاهم هاد الواقعة اللي خرجوا يوم الخميس في الساعة 10 للإشارة فقط. فاللي خلى هالطفل هذا كيقولوا أن هالطفل الزهري هو هذا اللي قال لنا الأب ديالو، يعني الناس متخوفين أنه يكون طاح أيادي غير أمانة. وانا مغوت وانت تغوت. ودائما مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كنشوفوا الان تضامن كبير ديال الساكنه ديال مرجان السكنه اللي مع العائله واللي خارجين كيقوموا بعمليه ديال البحث. الان كاين استنفار كبير ديال رجال الامن الوطني هنا بالعاصمه الاسماعيليه وكذلك كاين ابحاث لمتركز الجرى. الخوف كل الخوف على امينه وعدنان انهم يطيحوا في ايادي غير امنه ويتم اذيه ديال هذا الوليد وهذا الزوجه هذه اللي في العمر ديالها 30 سنه والابن في العمر ديالو 9 سنوات. كنتمناو من الله سبحانه وتعالى انه يفرح هاد الناس هادو اللي خارجين الان وكيصيحوا باعلى حناجرهم بالعوده ديال عدنان وامينه. ما غنوصلش لكم الحاله ديال الاب وها هي العائله. مشاهدينا
الاشاره فقط. فهاد السيده راه خلات البنيه عندها 6 سنوات وخرجت يوم الخميس في الساعه 10 صباحا لحدود الساعه ما كاين حتى شي خبر. المعلومات الاوليه اللي كاينه كيقول الاب ان الطفل ديالهم زهري وكانوا تابعينه بعض النساء كيتربصوا ليه وكيترصدوا ليه، لهذا كان منعه من المدرسه. وهذا الشيء شفتوه في المباشر الاول واللي حكى لكم الاب ما وقع. شاف المراه ديالو اخر مره في السوق ديال مرجان السكنه مع 11 ديال الصباح، موراها مشات للمستشفى المحلي هنا بمكناس مولاي يوسف، ما رجعاتش لحدود الساعه. اليوم 4 ايام مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في مازال ما رجعاتش. سي محمد النداء ديالك للمغاربه والناس اللي كيشاهدوك. قلبوا معايا وساعدوني قلبوا معايا. بلاتي اخويا بلاتي نسيبوك. انا مصدوم اخويا، حنا نهضروا السيد مسيد مصدوم، خلينا نهضروا الله يرحم والدي. خويا هذا السيد هذا ولده كابر معانا، هذا الشيء دابا يومي. وكون كان شي مشكل اخر كون جا الزربه وحنا زايدين روايات كنا ضاربين دغيا. كنا حنا كنبغينا هذا السيد هذا الله يرحم الوالدين. اذا الان يا ربي ارفع عدنان وامين، يا ربي ارفع عدنان وامين. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في استنفار امني الان للعناصر الامنيه هنا بمكناس للوقوف يعني. وزيد على هذا كاين بحث كبير اللي مفتوح في هذا النطاق هذا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، في انتظار انه ترجع الامينه وعدنان للبيت ديال الاسره كما تابعتوا معنا وعلى المباشر مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. كنتمناه ان شاء الله انه يرجع للبيت ديال العائله في القريب العاجل مشاهدينا جماعه. داك الشيء وعلى المباشر مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. مازال ريح صاحبي ريح صاحبي، مازال الساكنه اليوم متضامنين ساكنه ولادنا في خطر، ولادنا في خطر، ولادنا في خطر، ولادنا في خطر، ولادنا في خطر. ودائما مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في كما كتشوفوا معنا الان مازال يعني الناس كيطالبوا بالرجوع ديال هذا الشاب هذا. كاين كذلك للاشاره فقط فكاين حضور ديال السيد رئيس المنطقه الاولى اللي حاضر في هذه الاثناء هذه، رئيس المنطقه الامنيه الاولى وكذلك السلطات المحليه اللي حاضره في هذه الاثناء هذه مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في مازال البحث جاري، مازال الابحاث جاريه على الطفل عدنان والام ديالو امينه، اللي مازال الابحاث جاريه على هذا الطفل هذا. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى
يطمئن الاب ديالو والام ديالو في القريب ان شاء الله، وتوصل الابحاث ديال رجال الامن الى المكان ديالهم في اقرب وقت. هنا كما كتشوفوا معايا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، رئيس المنطقه الامنيه الاولى رفقه عناصر امنيه كيقدموا توضيحات للاب من اجل انهم يطمئنوا الوالد ديالو والاسره ديال عدنان والزوج كذلك من اجل طمأنتهم. هنا كنشوفوا حضور السيد رئيس المنطقه الامنيه الاولى من اجل انهم يوضحوا للاب انه رجال الامن راه معاهم، وهذا الشيء اللي عرفنا وهذا الشيء اللي سمعنا كذلك من عند الاب هذا، لانه دخلت من بعد وضع الشكايه ومن بعد يعني انطلقت الابحاث على الابن وكذلك والعمل على جميع الفرضيات والاحتمالات الممكنه في هذا الباب هذا، لانه كما قال الاب ان الطفل الزهري، فهنا مجموعه ديال الاحتمالات كنعرفوا انه كاين عصابات اللي كترصد بهاد الاطفال هادو وهاد الضحايا ديالها. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، كنتمناو نكونوا وصلنا لكم الصوره، وكنتمناو عدنان وامينه يرجعوا في اقرب الاجال يا رب. هذه هي امينه، هذه هي الام اللي خرجت نهار الخميس مع العشرة ديال الصباح، هذا هو الطفل عدنان. كنتمنى ان الكل يبارطاجي هذا البث المباشر، بغينا هذا البث، بغينا هذا الوليد وهذه الام هذه اليوم اربع ايام باقي ما رجعوش لدارهم، يا ربي يرجعوا سالمين غانمين، والله يصبر باهم امهم وباهم والام ديال امينه وكل افراد العائله. الان كنشوفوا تضامن كبير ديال ساكنه مرجان السكنه، تحيه لكل ساكنه مرجان السكنه وتحيه لكل المكانسه على هذا التضامن الكبير مع عائله عدنان ومع عائله امينه، امينه اللي خرجت يوم الخميس مشاهدينا اللي دات ولدها فقط للسبيطار باش يتعالج هذا الوليد اللي كيقول الاب انه زهري وانه كان مراقب. حي دابا بابا اجا بنتي، كان مراقب من بعض العيالات اللي دايرين الخمار لمده اسبوع وهما تابعين هذا الوليد هذا من المدرسه حتى الحومه ديالو. هذه هي المعطيات الاوليه اللي كيقول الاب وكيقول العائله ديالو ككل، وقالها ليه، وهذا الشيء راه كاين في البث المباشر الاول. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، كنتمنوا من الله الله يكتب علينا ويكتب عليكم مكاتب الخير، والله يرجع امينه وعدنان بسلم وسلام الى افراد العائله. كان معكم مراسل قناه شوف تيفي منير معطاوي من هنا من مرجان السكنه، كنتمنوا عوده المتغيبين او المختفيين او امينه وعدنان، الطفل اللي عنده 9 سنين والام اللي عندها 30 سنه الى حضن العائله في القريب من الايام. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، او في الساعات او في اللحظات المقبله باش نفرحوا هاد الناس هادو ونقلوا لكم هاد الفرحه للجميع. شكرا لكم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي.